السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما زلنا مع سورة آل عمران، ومن الآية رقم 33 إلى الآية رقم 51، واحنا بناخد دقيقتين ثلاثة في شرح يعني بعض الحكم. مثلا هناخد ثلاث أحكام النهاردة في نص دقيقة، الحكم في نص دقيقة كده. بيقول لك الكل سيذهب إلى الله بعد وفاته، كلنا هنروح بعد الموت، كلنا صالحين وكفرة، الكل سيذهب إلى الله بعد وفاته، ولكن السعيد من يذهب إلى الله في حياته. مش تنتظر الموت لما يجي لك وبعدين الواحد يروح القبر وبعدين يقف أمام أحكم الحاكمين وما عملش في دنياته حاجة من الصالحات، لا، استعد لملاقاة الله تبقى من أسعد الناس. دي حاجة. تاني حاجة بيقول لك إذا لم يكن القرآن في جدول يومك فمرحبا بالشقاء. إذا ما كانش ليك ورد يومي في المصحف، مش في أي وقت، اختار وقت لله أحسن الأوقات خليها لله. فبيقول لك إذا لم يكن القرآن في جدول يومك فمرحبا بالشقاء. ليه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا تبقى سعيد لما تبقى مع القرآن. آخر حاجة، اتنين اخوات، واحد مات فاتكفن وخلاص، فاخوه بيسأله بيقول له رايح فين؟ الى اين انت ذاهب؟ حس بان اخوه بيقول له ذاهب لارى النتيجة، انا رايح اشوف النتيجة. ما هو كان في الدنيا بيمتحن، كلنا والله في الكليات بنمتحن. ده الدنيا دي مش قرار ابدا، ده امتحان. فبيقول له انا رايح اشوف النتيجه، والنتيجه بقى اقول لكم عليها، اللي يجيب اقل من 50% يروح النار. كلام واحد كده. ليه بقى؟ لان ربنا بيعمل الحسنه بعشر حسنات، فلما تبقى حسناتك مش مدخلاك الجنة يبقى انت عملت مثلا 10 سيئات ربنا اداك 100 حسنة. ازاي كده؟ وبعدين تسقط تجيب 50%، 49 على النار بقى. طب و50 ده محتاس، اللي يجيب 50% مفيش اي كلية هتاخده، لا النار قبلها، لان النار دي بتاخد 49 اقصى حاجة، 49% النار، والجنة برضو مش قبلها، لان لازم تاخد 51%. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. على كل حال الحسنات والله ببلاش. لما تقول لا اله الا الله في وقت فراغك او في وقت شغلك تضمن انك تجيب 70 و80 و90%. خلينا هنا، اذا كان في اتصالات ان شاء الله ناخدها. معانا الست ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حاجه، زيك انت. الحمد لله. اتفضلي قولي الايه 33 من سوره ال عمران، ان الله اصطفى ادم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قرايتك كويسة جدا، بس انت وقفت على آدم، الميم مفتوحة، إذا وقفت وتسكنيها عند الوقت آدم، إنما انت سكنتيها وانت واصلة أبدا. إن الله اصطفى آدم ونوحا. بشكرك جدا. لا مش سامع أنا.
الأخ زارع، السلام عليكم. سلام. ازيك يا حاج زارع؟ ازيك يا مولانا، طمنا عنك. الحمد لله، والله في نعمة، والله مش شايل لك. الله يكرمك، قريب هنشوفك إن شاء الله. يا رب جميعا إن شاء الله. طب قول لي، ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. شوف يا زارع، لما تلاقي تنوين، لما تلاقي تنوين، يعني لما انا اتكلم تروح ايه قافل على المشاهد. ذرية تم تنوين، وبعده باء، ما تقفلش شفايفك ولا تستعمل لسانك. ذرية بعضها من ذرية، اللسان مالوش شغل. كذلك النون اهي، من بعض، من بعض، وما نقولش واو، احنا خدناها كتير يا زارع. الواو في المصحف ولد، ووالد وما ولد، مش ولد. وبنده ابن اقول له تعالى يا واد، مش يا واد، نقول وا والله. بشكرك جدا يا زارع. الاخت فاطمه، السلام عليكم. ايوه انا يا شيخ. ازيك يا فاطمه؟ اهلا يا شيخ، ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك يا فاطمة. قولي بقى ايه، اذ قالت امرأة عمران. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. والله يا هايلة يا بنت انت، ايه الحلاوة دي؟ بس يبقى ادي اني، يعني دي يا حقيقة، انا مش اني نظرت، اني نظرت تبقى نون مكسورة بس. عند الوقف تقولي اني، وعند الوصل تقولي اني نظرت. بشكرك يا فاطمة. الاستاذ محمد، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، ربنا يبارك لك يا محمد. قول لي، فلما وضعتها. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليست الذكر كالانثى. جميل. جميل 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 جميل. بس برضو خدوا بالكم من الواو اللي بتيجي جنب الحروف التخينة، واللام في اسم الجلال تخينة مفخمة، ما اقولش والله. وبعدين برضو وضعت وا وا وا، لان الواو بعدها الضاد، الضاء مفخمة، الواو مرققة، وا وضعت. بس قرايتك وصوتك حلو جدا ما شاء الله، بشكرك جدا. الست ام مصطفى، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، ازيك يا حاجه؟ ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا حاجه، ربنا يخليك. قولي بقى، واني انا هقرا معايا، مصطفى يقرا سوره صغيره. طيب ماشي، مفيش حاجه صغيره، هي كبيره بس قصيره، قصيره. مفيش ايه صغيره، في ايه قصيره. يلا قول يا مصطفى. يلا اقرا يا شيخ. يلا طب اقرا الاول. أنا أقرأ أنا الأول، يلا. أنا أقرأ الأول أنت بعدين. طب أقرأ يلا. زعلاء. يلا مصطفى. يلا أهو طب اقري أنت يا أم مصطفى، اقري أنت دلوقتي. أقرأ من أول إيه؟ قولي وإني سميتها مريم. نص نص 36. الآية 36 في نصها، وإني سميتها مريم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بشكرك، بس برضو الياء دي أنت ما حققتهاش. وإني سميتها، أما الثانية وإني أعيذها، على حسب القراءة اللي فيها المصحف دي هتلاقي الشرطة العريضة، لأنها بعدها ألف. وإني أعيذها. بشكرك جدا يا ست أم مصطفى. ست أم مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. قولي إيه؟ فتقبل. برافو عليكي والله. اتفضلي. فتقبلها ربها بفضل حسن وأنبتها نباتا حسنا وأدخلها زكريا. أشكرك جدا، بس خدي بالك هنا بتقولي وأنبتها،
النون فوقها ميم. الراجل رسم فوق النون دي ميم، ليه بعدها بقى النون ساكنة؟ فبيجي بعدها بقى اقولها نص ميم وما اقولهاش نون كاملة، ما اقولش وانبتها، وكمان ما اقولش وانبتها، في نص ميم وعغنها، اقول ايه؟ وانبتها، ما اقولش وانبتها، وانبتها. بشكرك جدا جدا الست ام مريم. معنا الاستاذ محمد، السلام عليكم يا محمد. عليكم يا فندم. اتفضل قول لي يا محمد. كلما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اشكرك جدا جدا، بس خد بالك النون اللي بعدها دال فيها غنة، عندها، وما اقولش رز رز رز. واحد رزل هتقول له ايه انت رزل ازاي؟ دي مرققة. رز ابتسم، وبعدين القاف ابوز فيها اقول رزقا مش رز رز. بشكرك جدا يا محمد. مين؟ ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست ام يوسف؟ ازيك يا شيخ احمد، الله يبارك لك. ربنا يخليك يا ست ام يوسف. قولي بقى. قال يا مريم، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لو في صحبة ورد هنا كنت اديتك وردة، واحدة حمرا واحدة بيضة، هايلة. شوف علام الناس، قرايتك جميلة جدا. معانا الاستاذ عطيه. ايوه استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعطيك علشان ترضى. اللهم امين يا رب. قول لي بقى، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. اسمعني، اشكرك، بس خد بالك الفتحه بتديك الف زياده وده خطا، والكسره تديك كسره زياده وده خطا، والواو تديك والضمة تديك واو زيادة وده خطأ. ما تقولش هنالك دعا، هنالك دعا، هنالك دعا، أبدا. بتدعي ألف ليه؟ هنالك دعا، هنالك دعا. بشكرك جدا. الحاجة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاج؟ أيا كام، الله يخليك يا سيدنا. قولي لي بقى، قال ربي هب لي من لدنك ذرية. سندات في الملائكة؟ ألو ألو. وطي التلفزيون علشان نسمعك. وطي خالص، مقفول خالص بالله. وطي التلفزيون. مقفول مقفول. اتفضلي قولي. ماشي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هنالك هنالك. الصوت عالي، وطي صوتك يا حاجة، ولا شوف الكنترول عن يعمل فيك. مع بس الصوت عالي. معانا ايه؟ زكي، الاستاذ زكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. الحمد لله، والله في نعمه، الحمد لله. وطي التلفزيون يا زكي. حاضر حاضر. اللي مش هيوطي التلفزيون مش هسمعه ولا هرد عليه، لما بيسمعوش ولا بيسمعني. ماشي يا استاذ. اتفضل يا فندم. قول قال ربي هب لي من لدنك ذريه. حاضر. قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. والله جميل جدا يا زكي، واتصل بيا باستمرار لان قراءتك ممتازه ما شاء الله. هلال، سلام عليكم يا هلال. عليكم السلام يا شيخ احمد. هلال رمضان، انت هلال رمضان. الله يكرمك يا شيخ احمد. ربنا يكرمك يا هلال. قل لي، فنادته الملائكة، فنادته الملائكة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بشكرك جدا، اسمعني، ما اقولش وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، في غنة هنا،
تاخد بالك من الفتحتين والضمتين والكسرتين، عايزين ايه هنا نقول ايه؟ وهو قائم يصلي، مش قائم يصلي، في غنى. بشكرك جدا جدا يا هلال. الست ام مصطفى. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا اهلا بيك يا فندم، ربنا يبارك لنا في علمك. ربنا يخليك. قولي لي بقى اللي قالها مصطفى: فنادته الملائكه وهو قائم يصلي. انا مش سامعك، في دوشه كده، في دوشه. يا حاجه مش سامعك، انا مش سامعك خالص، في دوشه عندك. الاستاذه سناء. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه لا ده اسكندريه بقى والهوا العليل ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا. ربنا يخليك. انت هتاخدي نصيب اتنين علشان انت ممتازة. قول لي الآية رقم كام في سورة ايه؟ 39. 39 آل عمران. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. أباش. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بشكرك جدا، بس يوم اتك على نبيا ونبيا. بشكرك جدا. الاستاذ عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عاطف؟ ازيك يا شيخ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. ادعوا لنا بس. ربنا يدوم عليك النعمه. قول: قال ربي انى يكون. قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر وكانت. اشكرك جدا جدا. خد بالك ما قالش بلغت، ده انت بتقول لربنا بقى بلغت. وقد بلغني، خد بالك من الحروف وتشكيلها. وقد بلغني عند الوقف تقول وقد بلغني، وعند الوصل وقد بلغني الكبر. بشكرك جدا. الست ام محمود. سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. قولي بقى يعني الآية دي قصيرة. قال كذلك الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اسمعها تاني معلش، قولي قال كذلك. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يبقى مد الميم ده، ما يشاء، مد طبيعي. يفعل ما يشاء المدود، خدي بالك من. بشكرك. الست ام حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. الحمد لله والله في نعمه. ادعوا لنا بس، ادعوا لنا بحسن الخاتمه. قولي قال رب اجعل لي ايه. قال رب اجعل لي ايه. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام أيام إلا رمزا. بشكرك جدا، بس دي الناس مش الناس. ألا قال آيتك ألا تكلم الناس مش الناس. خدي بالك الحروف يا إما فتحة يا إما كسرة يا إما ضمة. خدي بالك قبل ما تنطقي شوفي متشكل بإيه الحرف ده. بشكرك جدا. لا مش سامع. ها فاطمة. ألو.
ايوه وط... وط التلفزيون وط التلفزيون وط اللي هيتصل ويسمع نفسه من التلفزيون مش هسمعه مش هرد عليه برضو ما بسمعوش. معانا مين؟ هبه. هبه هبه سلام عليكم يا هبه. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يخليك يا هبه. قولي لي بقى واذكر سوره الفاتح. طيب قولي الفاتح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بشكرك جدا، بس ما تقولش المستقيم، المص بالصاد لا، المستا بالطاء لا، المستاء. أنا مستاء أو المستشفى. المستاء ناس كتير قالوا لك المستاء بالطاء وبالصاد، ما تنفعش. بشكرك جدا. أم عمار سلام. وعليكم السلام، ربنا يجعلك في عمار يا أم عمار. ربنا يكرمك يا شيخ. قولي لي قولي لي واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبقار. بشكرك جدا، بس خدي بالك كل كاف في القرآن ككاو كمال ها كنبة، ما تقوليش الأبكار، يبقى أنت غلطتي في حرفين الكاف والألف. الأبقى كا هي كا، شوفي كا زي ما تقولي كان يا مكان. بشكرك جدا. معانا الأستاذ محمد. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أهلا بك يا أستاذ محمد. أكرمك الله، أكرم من أول فين؟ الحمد لله. قول لي بقى أنت هتاخد طويلة آية طويلة كلها، خدها يلا. اديها لي كلها. أقرأ من أول فين؟ نعم. أقرأ من أول فين؟ تقرأ من أول. قال يا رب اجعل لي آية؟ لا، وإذ قالت الملائكة. وط التلفزيون، وط التلفزيون، وط التلفزيون علشان نسمعك. فين وإذ قالت الملائكة؟ فلما وإذ قالت الملائكة آية كرام. الآية 42. 42 بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أشكرك، بس ما تقولش اصطفاك عند الوقف، كل حرف تقف عليه سكنه، مالكش دعوه بتشكيله، فتح كسرتين ضمتين فأي تشكيل سكنه. ان الله اصطفاك، ان الله اصطفاك اذا وقفت، اذا نفس الخلص، وعند الوصل ما تقولش اصطفاك وتحط لها ياء من عندك. ان الله اصطفاك، وما تقولش وطهرك وتحط لها ياء من عندك. شوف إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. بشكرك جدا يا محمد. محمد السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. أهلا بك. قول لي يا محمد، يا مريم اقنتي لربك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أسمع تاني واركعي عشان الصوت كان مش واضح. قول لي واركعي مع الراكعين. واركعي مع الراكعين. بشكرك جدا، آلتك ممتازة يا محمد، يبقى اتصل بيها باستمرار يا محمد. عبد الواحد. السلام عليكم عبد الواحد. يا عبد الواحد يا اخوانا محدش يتكلم في التلفزيون، مش هسمع. لا مش هسمع، الغي عبد الواحد ده، اديني غيره. محدش يسمعني من التلفزيون، من التليفون،
عشان احنا ما بنسمعوش، هو بيسمع نفسه. اعمل له ايه ده؟ اعمل له ايه؟ احنا بنخسر وهو بيخسر. بدل ما في مليون واحد هيشهدوا له يوم القيامة، فيش حد هيشهد، ما هم سمعوش. معنا مين؟ صفاء. وفاء. السلام عليكم يا وفاء. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا أستاذة وفاء، قولي ذلك من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب نحكي إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم. والله الصوت يعني، بس صوتك حلو وجميل وأنت بتقري كويس جدا، بس ما كانش واضح قوي، بس أنت ممتازة والله الحمد لله. محمد، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول لي بقى بقية الآية. قول وما كنت لديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتلون. اسمع بالراحة بالراحة يا محمد. وما كنت لديهم إذ يختصمون. تاني، وما كنت لديهم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. يا عم الحاج يختصمون. وما كنت لديهم نهاية الأربع واربعين آخر سطر فيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون. بشكرك جدا جدا يا محمد. يا اخوانا ما حدش يتصل بيا ويسمعنا من التلفزيون أبدا، مش هنرد عليه ببساطة شديدة جدا. هاجر، السلام عليكم يا هاجر. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذة هاجر؟ قولي لي يا هاجر، إذ قالت الملائكة. هاجر، أنت نمت مني يا هاجر؟ هاجر. معنا سناء. شيماء، السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي قولي اذ قالت الملائكة. هو في سورة تانية آل عمران والفاتحة؟ الفاتحة، قولي الفاتحة. يا اما آل عمران يا اما الفاتحة، عشان ما نلخبطش الجمهور. خلاص ماشي. قولي يا اختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بشكرك جدا، بس اسمعيني، اللي يجي يركب معانا يركب حنطور كده هزازي كده، مش يركب لطيارة. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بشكرك. عزيزة، عزيزة. ألو. ازيك يا عزيزة؟ سلام عليك. نصب عزيزة، ناخد جمال. جمال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الله يبارك فيك يا جمال. قول لي يا جمال إذ قالت الملائكة. معاك يا سيدنا. قول لي إذ قالت الملائكة يا جمال. ألو. أنا معاك وسامعك. أنت فاتح التلفزيون يا جمال؟ يا اخوانا اللي بيتصل وبيسمع نفسه من التلفزيون مش هنرد عليه، مش هيفيدنا ولا هيفيد نفسه. معانا ماجدة. السلام عليكم. ماجدي، سلام مولانا. اهلا بيك يا استاذ ماجدي. مرحبا بيك يا مولانا. اهلا بيك يا فندم.
أرى. قل لي إذ قالت الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمع يا جمال، أي ألف عليها راس الصاد ما تنطقهاش إذا كان قبلها أي حرف أو أي كلمة. ما تقولش بكلمة منه اسمه، بكلمة منه اسمه. الغي، ولذلك انت بتقولها في صلاتك، بتقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الالفات دي كلها ما بقولهاش، اما وضعت ليه؟ علشان ابدأ بها الكلمة، اقول اسمه او الله او الرحمن او الرحيم. انما ما دام الالف قبلها حرف واحد، مثلا الله، الله، هحط واو قبلها اقول والله، اذا الالف هلغيها. خلاص، بشكرك جدا. ندى، السلام عليكم يا ندى. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم انا بشكرك جدا. صوتك عالي ولا فهمت ولا حرف. انت بتقولي من انهي قرآن؟ انا مش سامعك خالص. الاستاذ عبد الغني. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. قول لي، قول لي عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بشكرك، بس خد بالك انت قراءتك حلوة جدا، بس الراء عايزينها تطلع راء واحدة مش المقربين. المقرر ممكن اقولها للصبح، انا عايزها راء واحدة، من المقرب ومن المقربين. بشكرك جدا جدا يا عبد الغني. أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة؟ موطية خالص. اتفضلي قولي. ويكلم الناس في المهدي. ويكلم الناس في المهدي. أيوة. أنا سامعك، اتفضلي. ويكلم الناس في المهدي وكهلا من الصالحين. بشكرك، بس في خلاص، بس في واو مش كهلا من الصالحين، وكهلا ومن الصالحين، اوعى تنسي الواو دي. بشكرك جدا. الاستاذ عمار، السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم. ازيك يا عمار؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله في نعمه يا عمار. ادعي لنا بس يا عمار، قول لي قالت ربي ان يكون لي ولد. لو سمحت يا شيخ عايز اقول سوره الفاتحه. اتفضل اقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. انا بشكرك، بس الراء عندك برضو انت بتكررها. الراء حرف تكرير يا اخوانا، نعرفه علشان نتجنب التكرير بتاعه. ما اقولش بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شوف بطلع قد ايه، 20 مره. انا عايزها راء واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. بشكرك يا عمار. الست ام يحيى، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم، ربنا يكرمك يا ست ام يحيى. قولي قالت رب أن يكون لي ولد. إيه؟ قالت رب أن يكون لي ولد. قالت رب أن يكون لي ولم يمسسني بشر. أسمعها تاني، كان علشان الصوت قطع. قولي قالت رب أن يكون. قالت
ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. والله برافو عليك، جميل جميل، القراية مظبوطة، بشكرك جدا جدا. يوسف، السلام عليكم يا سيدنا يوسف. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يا شيخ؟ قول لي بقى قال كذلك. طب لو سمحت انا عايز اقرا من سورة الرحمن. طيب ماشي. أعوذ بالله من غير أعوذ ومن غير بسم الله. احنا أول مشاهد يقولها، مش عايزين نقطع القرآن. قول قال كذلك. قال تعالى. قال كذلك. قالت هي سورة ايه؟ لا يا اما يا يوسف، يا اما من آل عمران يا اما الفاتحة. بشكرك يا يوسف. هاجر، السلام عليكم يا هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك؟ ازيك يا شيخ احمد؟ ربنا يكرمك يا الحمد لله والله في نعم. ادعوا لنا بس، والله ادعوا لنا بالقبول. قولي هاجر، قولي هاجر قال كذلك. الآية 47، يعني سيب النص الأولاني. قالت ربي أنا، ها؟ ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى. بشكرك جدا، بشكرك. شوفي، كذلك الله مش كذلك الله. أقول إمتى بقى؟ إذا كان الله ديت قبلها مفتوح إن الله، إنما إذا كان قبلها مكسور أنت بتقوليها في صلاتك، بتقولي إيه؟ بسمي مي ملا، مش بسم الله برضه. دي قال كذلك الله، قال كذلك، مش كذلك الله، قال كذلك الله. بشكرك جدا. الاستاذ عمرو. عمر معاك. عمر يا عمر، السلام عليكم يا عمر. ازيك يا شيخ؟ ربنا يخليك يا عمر. قول لي بقى قال كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. أشكرك جدا جدا. قال كذلك، أنت بتكلم راجل، إنما دي أنثى مكسورة الكاف. لما تقول قال كذلك أنا بكلم راجل، إنما دي أنثى واحدة ست. قال كذلك، قال كذلك الله. بشكرك جدا. جمال. جمال، السلام عليكم. جمال، ها؟ عليك سعد الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ اهلا بيك يا استاذنا. قول لي بقى، ربنا يخليك، قول لي قال كذلك. الايه كام؟ الايه 47، سيب نصها وقول لي نصها. قال كذلك. الايه 47؟ ايوه نصها. قال كذلك. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أهلا بك، بس خد بالك الغنات عندك مش مظبوطة. إذا قضى أمرا فإنما، أم مش أمرا فإنما، في غنة هنا أمرا وبرضه يقول له كن فيكون. الغنات ما تنساهاش. بشكرك جدا يا جمال. عطية، السلام عليكم يا عطية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعطيك علشان ترضى يا عطية، والله يرضينا جميعا. اللهم امين يا رب. قل لي ويعلمه الكتاب يا عطية، الآية 48، وخدها كلها يلا. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بشكرك جدا، بس ضاعت منك الغنة برضو، ها؟
والتوراة والإنجيل. النون اللي بعدها جيم ونون بدون تشكيل فيها غنة. والإنجيل مش والإنجيل والإنجيل وأصل. خدوا بالكم القرآن إذا كنت جاهز من في الدنيا بتقراه مظبوط هتقراه في الجنة. ما حفظتش القرآن وقريته مظبوط مش هتقرا حاجة. ولذلك القرآن هيخش معانا الجنة بنفسه بكلماته بأحكامه كلها هنقراه في الجنة بس للمتعة. فاللي مش هيتمتع بالقرآن هنا مش هيتمتع بالقرآن هناك ولا بالتسبيح. اللي مش هيسبح هنا مش هيسبح هناك بقى ما فيش عبادة. لا ده زي ما بتتنفس هنا بدون تعب هتسبح ربك بدون تعب. فشوف انت بقى في الدنيا هتعمل انت حر ولا انت احرار. محمود يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي يا محمود ورسوله. ورسولا بعد بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ابعد المايك عندك عشان انت صوتك عالي. أخلق لكم من الطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف انت مش عايز ترد عليا ليه؟ عشان بتسمعني من التلفزيون. اديني غيره. محدش يسمعنا من التلفزيون. الاستاذ علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مولانا. لا ده علي حبيبي بقى. قول يا محمد كده. ايوه المخرج. أيوة قول لي ده. قول لي ده علي حبيبك. الله يكرمك. ازيك يا حاج علي؟ قول لي بقى. قول لي يا حاج علي ورسولا الى بني اسرائيل. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بشكرك قراءتك حلوة جدا بس خد بالك القلقلة الحروف القلقلة قد قد جئتكم مش قد جئتكم. الدال لازم تقلق بس قراءتك طبعا 10/10 ده انت استاذ. معانا مريم. تفضلي يا استاذة مريم. سلام. قولي وابرئ الاكمه والابرص. وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيا الموتى بإذني. أشكرك 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 بس خد بالك وأبرئ الأكمة الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يعني في شوية غلطات كده لو هتتصل بيا مرتين ثلاثة أربعة كده تبقى كده هقول لك علمي الناس ان شاء الله. بشكرك. معانا الاستاذ مصطفى. لازم رب الفضل بالشان لما خلص من شان العشق اذا وقب ومن شان النفاسات في الارض. بشكرك يا استاذ مصطفى وما سمعتش ولا حرف منك. بشكرك جدا ولا كلمه سمعتها. الاستاذ جمال. احمد جمال. ازيك يا جمال؟ كل واحد. احمد جمال. احمد جمال ماشي يا سيدي. اقرا من الاحكام يا شيخ. هتقرا من ال عمران ولا الفاتحه؟ لا من ال عمران. تقرا منين؟ من ال عمران. ايوه تقول لي. قول لي وابرئ الاكمه. الايه 49 اصلها طويله. في نصها كده في نصها هتلاقي وابرئ الاكمه والابرص. ومصدقه مشاهد.
أرجوكم كل واحد يتصل من تليفون، اللي بيسمع نفسه يسمع نفسه بقى، هو حر ما بيستفدش حاجة، لا بيفيد الناس ولا هو بيستفيد. سبحان الله. معنا مين؟ ها؟ ولا ولا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول يا ولاء وقول يا أبر الأكمه والأبرص. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أنا كنت عايز أقول لك علم الناس، بس أنت غلطت هنا. التنوين التنوين ايه؟ التنوين الفتحتين والكسرتين والضمتين، اذا كانوا في حرف وبعد الحرف ده هو لام او راء ما تغنيش. لآية لكم، مش لآية الزن ده ممنوع، بس انت ممتازة. اذا اتصلت بي مرة تانية هقول لك علمي الناس، لانك ممتازة ما شاء الله. ابو سلمى او كده عامل معروف. ابو سلمى. ابو سلمى ربنا يكرمك يا ابو سلمى. قول لي بقى، ومصدقا لما بين يدي. يلا. ومصدقا لما بين يدي من التوراة والأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. بشكرك جدا. هو النور اتقطع عندي ولا انا اللي مش شايف؟ انا بشكرك، بس خد بالك يعني ايه. وجئتكم بآية، النور هنا بقى ضعيف. ها؟ طب اديني ام محمد ولو ان انا نظري ضعيف. الست ام محمد. ايوه فضلت الشيخ. انت فاتحه التلفزيون؟ لا. طب جميل جدا والله. قولي بقى، ان الله ربي وربكم. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. برافو والله، هايله هايله جدا 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 يا ام ست محمد. شروق. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم يا شروق. طب اديني خلاف شروق، نشرب شروق. يا شروق. ام ايمن. سلام عليكم يا ست ام ايمن. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. قولي بقى من الاول للربع. انا مره اتصل بحضرتك يعني ببقى مرتبكه شويه معلش. ايه المهم تتصل بيا اذا عشنا طول ما انا موجود هنا باذن الله. قولي بقى، ان الله اصطفى ادم. ان الله اصطفى ادم. يلا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. احفظ القرآن إذا كان مستواك ده، احفظ القرآن والله انتهزوها فرصة. في أصوات عندك. ست أم محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله في نعمة والله، بس تدعو لنا. قولي ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اشكرك.
خد بالك التنوين اللي بعده عين مفيش غنى ابدا، سميع عليم. بشكرك. مين؟ انت ام عمرو. ام عمرو، ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا فندم. قول لي بقى، اذ قالت امراه عمران. انا اي رقم كان؟ 35. كام؟ 52. 35. 35. ايوه 35. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أشكرك جدا. أولا مش فتقبل من، إلا مع السكون، فتقبل عند الوقف وعند الوصل. وبعدين إذ قالت امرأة عمران إني نذا، مش نظا. إذا قلت نظا يبقى مش قرآن، لأن أنا عندي ذال، ذلك الكتاب، وعندي ظالمين، عندي ذا وعندي ظا. إنما أنت قلت دي نظا. ليه قلت نظا؟ علشان الراء دي تخينة مفخمة. أنت مالك من الراء؟ لما توصل عند الراء فخمية. نذا نذرت. بشكرك جدا. أيمن. مولانا ازاي فضلتك، وحشني. ربنا يخليك يا أستاذ أيمن. معلش بقى أنا مقصر، بس حضرتك يعني سامحني لأن كان عندي ظروف، وإن شاء الله هشوف حضرتك قريب قريب جدا إن شاء الله. إلا الظروف بتتحل لما تبقى مع القرآن، تبعد عن القرآن الظروف تتنيل. اسمع اللي بقولك عليه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللي مع القرآن كل مشاكله بتتحل. ما تغيبش عندي يا أيمن إن شاء الله. ربنا يخلينا فضلك. اتفضل اقرا بقى. أقول منين؟ فلما وضعتها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. بس أنت كويس ما نسيتش القرآن أهو ما شاء الله، ما تغيبش عننا يا أيمن. بشكرك. إيمان. السلام عليكم يا إيمان. عليكم السلام. اتفضلي قولي. وإني سميتها، وإني سميتها مريم. آية 36. الآية 36 في نصها كده يعني في الآخر. الآية آخر 36. وإني سميتها مريم. آخر الآية في 36 لأنها طويلة. وإني سميتها مريم وإني ألو. أنا معاك أهو. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والله كويس، معقول. خلاص يا أمين، خلاص خلاص. بشكرك بشكرك، يا ريت كويسة. خالد كرم، معلش. إيه يا فندم، مساء الفاتحة. يتفضل يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بشكرك بشكرك، جميل جدا جدا جدا. لكن في غنات كده خفيفة جدا بعدين يبقى نقولها. خلاص. شروق. ألو السلام عليكم. ازيك يا شروق؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يكرمك يا شريف. قول بقى. فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقول حسن، وانبتها نباتا حسن، وكفلها زكريا. اشكرك جدا. اولا دي مش حسن،
لا عند الوقف ولا عند الوصل حسن. حسنا الفتحتين على اي حرف من حروف القرآن يدوك الف كاملة عند الوقف. حسنا طب وعند الوصل في غنة حسنا نعمل زي القطة كده حسنا وكفلها بشكرك. ام فرحه السلام عليكم. ربنا يفرحك دايما يا ام فرحه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. قولي بقى كلما دخل عليها زكريا. حاضر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. أشكرك قراءتك حلوة جدا جميل جدا جدا جدا. معنا الأستاذ محمود. أهلا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمود؟ إزي حضرتك؟ الحمد لله في نعمة والله. قول لي قالت هو من عند الله. أيوه. الآية 37 37 نهاية الآية 37. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت هو من عند الله. يلا السلام عليكم. يلا يا محمود. آية كم يا شيخ؟ 37 آخر سطر في 37. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قرايتك عايزة تصحيح كلها. قالت هو من عند النون اللي بعدها دال من غير تشكيل النون عند وما قولش عند الله او عند الله من عند الله. وبعدين ان الله ما قولش ان الله كل نون عليها الشده لازم تغن ان الله ها بغير حساب. بشكرك جدا. فاصل ونوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى. إن شاء الله إذا كان في اتصال هناخده علشان نقرأ من الآية. أم هاجر. ست أم هاجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك؟ إزيك يا الشيخ؟ ربنا يخليك. قولي لي هنالك دعا زكريا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع. أشكرك أشكرك. من دي ذرية؟ خدي بالك دي فتحتين والفتحتين على أي حرف يدوني ألف كاملة. قديرا قديرة بصيرا بصير وهكذا إلا التاء المربوطة. التاء المربوطة ترجع لأصلها ذرية. طب وعند الوصل دي مفتوحة بس فتحتين ذرية طيبة. بشكرك. معنا أحمد. أحمد أحمد إزيك يا أحمد؟ إزيك يا مستر عمرو؟ الحمد لله والله في نعم. أنت اسمك على اسم أحمد عجيبة. قول لي يا أحمد فنادته الملائكة. عايزك أقول الفاتحة. يلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم لما يجي اسمع يا احمد لما تيجي تقرا القران وتبدا لازم 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 تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم سواء من الفاتحه او من البقره ما دام تبدا القران لازم تستعيذ بالله. قول لي بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هايل يا دي أحمد. وادي يا أحمد هايل هايل. كتير أما بيعرفوش يقروا الفاتحة دي. بشكرك يعني. الست أم عمر. يا ام عمر. الو ازيك؟
شيخ. الله يبارك فيك، ازاي صحتك؟ اتفضلي قولي بقى. فنادته الملائكة. فنادته الملائكة. اتفضلنا سامعك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. أنا بشكرك جدا، أنت راتك حلوة، بس أنت قلتي أن الله، قلتيها نون واحدة، لا دي اتنين نون بقى. أن، شوفي أن، بس لازم تغني النون دي في المصحف كله ما دام على الشدة، وكذلك الميم اللي على الشدة. أن الله، مش أن الله. بشكرك، يا ريتك حلو قوي. خالد، يا أستاذ خالد. السلام عليكم شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا خالد؟ منور فضيلتك يا مولانا والله. ربنا يكرمك يا أستاذ خالد. الله يعزك. قول لي بقى، مصدقا بكلمة من الله. انت بس التلفزيون ليه يا خالد؟ يا خالد انت دمك خفيف. ماشي يا فندم. ايوه وطي التلفزيون. يلا يا خالد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كنت عاوز تحرمنا من صوتك الجميل ده اهو، بس يبقى سيدا، يبقى التك على الغنة دي، سيدا وحصورا. بس انت هايل، لو كنت فاتح التلفزيون في مليون واحد سمعك، وفي مليون واحد هيشهد لك يوم القيامة، وانت علمت الناس بالقراءة بتاعتك دي. بشكرك جدا يا خالد. الحاجة مين؟ أماني. الحاجة أماني، السلام عليكم. اتفضلي يا أماني. اتفضلي يا أستاذة أماني. بارك الله في حضرتك وطول في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا أماني. وانت بقى ايه؟ يعني زي الرز ابو لبن اللي هنحل بيه، اخر واحده هنسمع منها قران. اتفضل قولي. قال ربي ان يكون لي غلام. قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. 10 على 10. اتصل بي باستمرار ان شاء الله. معدنا يوم الاثنين اللي جاي اذا كان في اجل، الساعة 5:15، وحنبدأ من سورة مريم برضو من الآية رقم 52. فلم أدين بغششك اهو، فلما أحس عيسى منهم الكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.